اللي عملت الاي دي ده يعني سميتها الاي دي كله اكس، يعني سميت كل دول كده اكس، كده اسميهم اكس. بعدين نزلت تحت وعملت فرنت قوسين سيلاريز، بعدين عملت قوسين تانيين، بعدين عملت اكس. ليه؟ عشان انا لسه قايلها دلوقتي ان الاكس دي انا سميت كل دول كده من اول نيمز، كل نيمز كل دول كده اكس. بعدين نزلت تحت عملت واي ايكوال ستر ده كوسين، بعدين انبوت كوسين دبل كوتيشن فايند نيم. انا بقى عملت الواي دي ليه؟ عشان انا اصلا عامل البرنامج كله عشان يساعدني، مش عشان افضل اكتب انا الارقام مني لنفسي. يعني انا عامل البرنامج ده ولازم الحته دي عشان اعمل اسرع. بعدين عملت اف واي ان نيمز، لو الواي لو الاسامي موجوده فبرنت نيمز اكس، فطبع لي الاكس، اطبع لي الاسم وطبع لي المرتب كام. وهنا ال اس برنت دبل كوسين ودبل كوتيشن امبلي نوت هير، يعني لو هو مش موجود هنا فقول لي انه مش موجود. بعدين هندوس هنا رن، لحظة رن، هيطلع لي هنا انتر يور اي دي، هعمله زيرو زيرو. بعدين هدوس انتر، بعدين اهو كتبوا لي هنا احمد وي بمرتبه 300 فايند نيم 3000 قصدي. ليه بقى انا عملت زيرو ما عملتش 1؟ هنا المفروض احمد نمبر 1 عشان الكمبيوتر او الجهاز بيعد من الزيرو، يعني دي زيرو 1 و 2 و 3 و 4 يعني. وهنا برضو نفس الكلام زيرو 1 و 2 و 3 و 4. انا بشكر المس اسماء انها علمتني ان انا اعمل كده، والسلام عليكم.